اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الكمال، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا محمد مسك الختام، وخير الأنام، وبدر التمام، وعلى آله وأصحابه وآل بيته أفضل الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك حسن عبادتك وشكر عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك، ويا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل يا أكرم من سئل يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم اجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لكل خير وطاعة وبر وإحسان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم أدركوا رمضان ولم يغفر لهم، أنت خير الغافرين، أنت أرحم الراحمين، تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، اللهم كما سلمتنا لرمضان فتسلمه منا متقبلا، اللهم كما سلمتنا لرمضان وسلمته لنا فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. أعد علينا يا الله رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الشهر الكريم، اللهم اجمعنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في هذا المكان المبارك وفي أيام هذا الشهر المبارك سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة رغيدة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك والمعتقين من نيرانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.